اهلا بكم. في هذا الفيديو راح نتعلم كيفية تصميم مثل اللي نشاهده امامنا، طبعا بالباك جراوند ممكن نكتب كتابة لنص، مثلا انا كتبت اسم بهاء، وطبعا بتصاميم مختلفة، مثلا هذا التصميم او هذا التصميم. مثل ما نلاحظ طبعا تصاميم مختلفة واحترافية ممكن نعملها باستخدام الذكاء الاصطناعي. تابعونا. اهلا بكم من جديد. طبعا نذهب الى جوجل ونكتب بينج، وطبعا نذهب الى اول خيار، وطبعا بي الاعلى نختار الصور، ومن ثم نضغط على انشاء. طبعا لابد انه نسجل بحساب مايكروسوفت، يعني من خلال حسابات اوتلوك او هوت ميل ننشئ حساب. طبعا بسيط جدا، مثل انشاء حساب جوجل ننشئ حساب مايكروسوفت ونسجل دخول من خلال هذا الموقع بحساب مايكروسوفت. وطبعا راح تظهر لنا هذه النافذة، راح نضغط بشريط البرومبت، وطبعا نكتب هذا البرومبت او هذا النص. طبعا راح يتم ارفاقه مع هذه المحاضرة، بامكانكم تاخذوا كوبي بيست وطبعا تلصقوه بشكل مباشر. طبعا كل ما علينا انه نغير النص بهذه المنطقة. طبعا نكتب مثلا اي نص، مثلا راح اكتب بهاء، وطبعا نضغط على انشاء. ننتظر بين ما يتم انشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي. طبعا مثل ما نلاحظ تصاميم عملاقة ورهيبة، طبعا احتراف جدا وشغل قوي.